وانا رجعت معكم من جديد كما عودتكم هنايا في درب السلطان، اشهر او اقدم الاحياء هنا عندنا في الدار البيضاء. ضروري الا جيت من هذا الاتجاه هذا ضروري ما كندوز على هاد الناس اللي كنسميوهم الفراش، حتى هم الله يسهل عليهم والله يجيب لهم الرزق والتيسير ويكون عندهم المحل ديالهم ويكون عندهم واحد الدخل القار. اليوم في الحقيقه انا ما كنتش غاده عندنا به، غاده بلاصه اخرى باش غادي نصور، ولكن ندوز نسلم عليه ما فيها باس. بالنسبه للمحل ديال نبيه راه انفاس مع السيد اللي كيبيع الرايات في الزنقات موريتانيا، الرقم التليفون ديالو هو هذا اللي بغيتو تتواصلوا معاه للبيع بالجمله وبالتقسيط، وكذلك كيدير لا ليفغزون جميع المدن المغربيه. عافاكم غير كملوا الفيديو حتى النهايه، حيت في نهايه الفيديو انا مخليه لكم واحد الميساج، راه من حقي انني عندي قناه خصني نصيفط الميساجات غير حسي ميسي. المهم بيجاما راه فيها مواضيع جداد، كاينه هذه زبقه جديده ما صورناهاش، كاينه هذه ما صورناهاش، كاينه هذه ما صورناهاش، هذه جا بابور. المهم يجيو المحل راه كاينه السلعه، هذه جا بابور، هذه عريضه شحال هذا كرونطيت وهذيك بشحال؟ هذه درنا ليها 150 درهم، كاين هذا الكرونطيت هذه اللي وري اللي كنا ايوا ها انت ها دابا وليتي كتجبد. هذه حتى هي دخلات حتى هي زوينه، هذه درنا لها 160. المهم راه كاينه السلعه، كاين ما يتقال. وخرج عندي هذه غنعاود نجيبها، هذه واللي فيها واحد هذيك كتخرج بزاف، هذيك هذه الديادين ديال اسبانيا. بشحال هذه دايره؟ كتبقى 250 كيبيعوها ب 280. هذه جبتها صراحه ما بقاش، هذه ما صورناها ما والو، هذه كيجيو ما صورناش داك الخطره. لا يلا وريني السروال ديالها. ها هو السروال ديالها، ها هو هاد اللون اللي بقى، هي كتخدم فيها لون واحد هذا. شوف دابا الصبليون دار، شوف غنوريكم غنقرب لكم باش تشوفوا. شوف بلا ما تهضري عليه، تشوف راه شي حاجه كاليتي التوب ديالها، هو اللي احسن تشوف كاع في هذا. هو كتبقى 250، وكاين هادو اللي كنا وريناهم. بالنسبه لهادي راه فيها الوان ديالها راه باقي كاينه، كاينه هادي حتى هي، حتى هي راه صورناها في ذاك الفيديو، في ذاك الفيديو حتى هي راه كاينه. وكاين بالنسبه لهادشي ديال اونصوبل هذوك راه جداد، ها هما هادشي ديال لي زونصوبل شو السوشيال دائما كيدخل، حيت هذا عليه واحد الاقبال كبير ما شاء الله تبارك الله. بالنسبه للملابس الداخليه دائما كيكون الجديد، ها بيجاما هو ديما كيكون كيبقى موض هنا. بالنسبه للبيجاما هما اللي كيتغيروا الموض، كاينه هادي واعره، هادي حتى هي الضيادين ديال اسبانيا، هادي ما وريناهاش ديال اسبانيا، ديال اسبانيا هادي شي حاجه واعره، فيها لي طاي فيها من السمول حتى الدوبل اكس ال. ها هي خشينا سي مصور لهم السروين ديالهم من السمول حتى الاكس ال حتى الدوبل، حتى الدوبل اكس ال، اكس ال دابا فيها من السمول غزاله. هادي هادي واعره، هادي بشحال دايره؟ هادي كتبقى 150، 150 درهم. كنهضروا على شي حاجه مزيانه والثوب ديالها، راه نقرب لهم الكاميرا. توبار ثم الثوب ديالها توبار خيط، وكاينه فيها هاد اللوين هادو هما البيض ديالها هذا هذا صافي. ها هو وكاين موديلات، المهم يجيو للمحل يشوفوا موديلات واعره ويشوفوا كل شيء، وغتكون السلعه هاد اليوم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله نلوحوا شي فيديو طويل وتكون فيه السلعه واعره ان شاء الله، صافي فيها شي حاجه مصولدي. ونهضروا ولا منع الكلام؟ خلينا ما نهضروش. لا لا نهضروا زين، حبس ديال الحريه وهضري مع عالم نسيم، هضر مع راسك. يلا السلام عليكم اعزائي المشاهدين ديالي ومتابعين ديالي، كيف عاملين؟ بخير، كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، دائما الجديد. بالنسبه اليوم انا نقول لكم جديد غير على هادو فقط. بالنسبه اليوم كان عندي شي شغل هنايا في درب السلطان، ودزت عند ولدي نبيه باش نشوف واش كاين شي جديد. باقي ان شاء الله من هنا واحد الاسبوع غادي يدخل الجديد. بالنسبه لهادو حتى هما هادو راه دخلوا، ولكن كما بغيت نذكر ان الجديد راه كاين، ولكن خاص تدخل شي سلعه زوينه وتكون في المستوى اللي غادي نقدموها للمشاهد ديالنا. غادي نقول لكم مرحبا بكم في ما كنتو، واليوم ولدي ناهيب نبيه غتقدم لي التحيه للمشاهد ديالي بالشلحه. بالشلحه هي مرحبا، نقدموا لهم بالشلحه بكل شيء، اي حاجه بغاوها. يلا صافي السلام عليكم، مازال في اللون المتتبعين الاخت عالم نسيمه، راونتيني بركه جيت نغ المحل نغ لا البيجاما شفتي لي الموديلات شي هادني الملابس الداخليه البيجامات كلشي. لا دا ولي المتتبعين الاخت نسيمه الامازيغيين لقاو نتمنى خد السيد دار تكشمس القناه سكن مع الابوني سكن ماش لي اشتراك القناه نسيتي، قالت لي انسان اللي باهره يفولكين يعني قال الاخلاق كلشي فهمتي، يعني تعاون دا دمدنا تعاون دا اي واحد زعما فهمتي على الساعات يعني ولا الشعب دغيا. درك نتمنى تكشمس القناه سكن ماش لي اشتراك تدعم تسكن ماش كان
تنجم ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا واخا انا عرفت غير شي شويه ديروا لايك وابوني وكذا هادشي اللي عرفت. المهم تحيه لكم شويه التماس زيرت كلشي فين ما كنتم من طنجه للقويره وكنرحب دائما بالجاليه المغربيه وكنقول لكم حتى نتوما كنبغيكم قد سمحت حنا راه عندنا لا فامي ديالنا برا وانتم كاملين حبابي كلهم كلكم صحابي. اليوم حنا قلنا غادي نوريكم غير شي حاجه خفيفه خفيفه ريتما دخل السلعه من بيناتهم هادو اللي عجبوني انايا وراه خديت وحده غادي نجربها باش نشوف ونرد عليكم وزوينين يعني انتما. وكاينين هادو خشينا سيما هادو اللي كنا درنا لهم 90 درهم دخلوا فيهم هاد السباقات هادو هاهم. اييه هادي هاني مينيا كتكون هكا دخلوا فيهم السباقات. هادي كتخلاش فيها هاد السباقه هادي هادي كتكون فرفاره من التحت باش تبان لهم خش فيها الزوقه هذه راه اي زوقه وريت لهم راه كتكون باللون هذا 90 درهم كنا بعناهم 100 درهم درنا لهم 90 درهم. داك المشكل اللي قلتي لي ديال الاثمنه يعني كتبغي تجيب سلعه اخرى بحالها كتلقى زادت ب 20 درهم. هذا هو المشكل هذا هو المشكل يعني السلعه دابا مثلا كاين واحد الاحتكار خيف في السوق دابا مثلا هاد السلعه كتلقاها دابا مثلا مول السلعه كيجيبها خدامالين يعني انت كتجيبها واحد 3 ايام كترجع ليه يعني كترجع عنده كيقول لك زايده اخويا ما بقاش مسلك راه كيزيد لك 10 دراهم. هذا هو المشكل يعني كلشي داك اللعيبه ديال السلعه مزيده السلعه ولاو كيستغلوها حتى هو في واحد الحاجه اللي ما فهمش يعني حيت هذه طالعه عليه يعني نفس الثمن اللي باع عليا مثلا دابا ب 50 درهم حتى هذيك طالعه عليه ب 50 درهم يعني هو بغى فهمتي كيحتاج إيه السوق إيه والله ديما خلق والله ديما خلقها يعني خلوا عليا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نوريكم غير خفيف ظريف وان شاء الله غادي كلشي راه كاين الموديلات راه كاع لي موديلات كاينين الموديلات كلشي راه موجود بالخير بالنسبه للبونتاكور بالنسبه للسروال بالنسبه للجبادورات بالنسبه للخور بيس هذا ها واحد المشكل اللي كاين ديك الطويله بينوار طويل بقاو عندي شي بيساج من هنا راه كنتسنى وهارا غتدخل تخرج عندنا هادي طويلة بينوار طويل راه ما كايناش طويل شي بيساج طلب خلا طروبيل هادي ها هي هادي اللي كنا بعنا في الفيديو راه لقيتيها صحرا هادي نجي يلا تحطاش هادي عاد تحطات راه 4 ايام وحنا كنتسناوها والله الا شي سيمانه تقريبا وحنا كنتسناو هادي دار عليها الكوموند ولكن 4 ايام هو كيتسنى باش يدخل لهنا المحل هادي هادي كتخرج بزاف العرايس والنفسات وانتم غتشوفوا معايا في الفيديو السيده خداتها هادي زوينه هادي فيها الشي بي السومو البيض والبيج وكاينه هاد الزواقه هادي هادي حتى هادي اللي خدات السيده هادي هي اللي خدات السيده بالمشين وثلاثين حتى هما هادي فيها السومو وفيها البيض ديالها هما الكمام ديالها كي دايرين شي بانوا لهم الكمام الكمام ديالها هو فيها الشبكه هكا راه حتى هي شي حاجه مزيانه هذه هي اللي قلنا لك زايدي فيها 10 دراهم مشينا بقى عندي فيها السمو البيض مشينا غنجيبوا الباج والشيبي وهذا بقينا زايدين فيها 10 دراهم خليوها حتى تهبط في الثمن ديالها وصافي حتى هو خلي بالنا حنا على حالتنا خلي حتى تهبط كاينه هذه هي اللي دخلت حتى هذه زوينه هذه اللي فيها الشبكه هكا فيها الوان كما قلت لكم فيها تقريبا 4 الوان ولا 5 حتى هي راه دخلت في الوان ديالها حتى هي راه مزيانه أيوة. وبالنسبه للطويله بالوان الطويله غندخل ان شاء الله واحد يومين تكون عندي ان شاء الله باذن الله ما شاء الله يلا بقوا معايا في هذه اللقطه تخفافي ان شاء الله مرحبا اللوين هذا الغوز انا ما جيتش عندك اليوم وهكاك اللي فيا ما هناني قلت غير نسلم عليك هذه غير تسليمه عجبوني هادو هادو زوينين هادو درنا لهم 70 درهم هذا وفيهم لي طاي فيهم طاي فيهم اكسيل دوبل اكسيل جوج طاي كيتخدموا 70 درهم انتما نقربكم تشوفوا الثوب ديالو انتما الثوب ديالهم ديال الخيط زوين بارد كاين هاد التويشيه في هاد البلون كاسي هذا كاين الشيبي كاين هاد الغوز هذا كاين عاوتاني موديل اشكون كاين واحد موديل اخر محمد عطينا شنو هادو كنابيه هادو حتى هما مينيات سماطي حتى هما 70 هادو لبسهم في الدار شاك جوغ نهار كامل عادي هادي البارده كاين اللي كينعس بها اي جاتني بحال شو ميزدوني هادو حاجه مزيانه هادي هادي راه ديال تركي كتجي في لومباراج ديالها ماشي ديال البلاد ماشي رخيصه هادي هادي شي حاجه لا مار ها هي اللون ديالها فيها هاد الباج هذا فيها هذا وكاين عاوتاني هذا وكاين هاد الخديط راه هاد المهم فيها اللون حتى هي والثمن هادو 70 درهم حتى هما درنا لهم 70 درهم هادي راه هادو راه معروفين نجيبهم لك هادو حتى هما راه هادي اللي كنا درنا عليها 60 درهم راه هادي معروف راه هادي دائما انت كتجيبها حيت كياخذوا هادي كاينه موجوده في السوق هادو 60 درهم وفيهم لي طاي ولا ستوندار لا هادو ستوندار اي هادو ستوندار وكاينه بالنسبه لها التروبيس هادي اللي كانت تقادات لينا راه يلا دخلنا ها هي شتي اختي نسيم هادي يلا دخلنا كانت سالات ودخلات ها هي السيده دابا فيها
فيها الشيبي، فيها الشيبي ديالها وفيها هذه. هذا جبناه بواحد الثمن، ملي شينا بغينا نرجعوا نجيبوا الباج ديالها وهذا لقينا زايدين فيها الثمن. يعني الا دخلت هذه السيمانه هذا نخليوها 32 ماشي مشكل. انتم سمعتوا قال لك غادي تدخل زواق الجد ولكن غادي تدخل بالثمن زايده، ولكن دائما كيبغي يحاول يخلي الزبون ديالو دائما على خاطره. الله يحسن العوان على هذا الشيء، كيقول لي انا كنمشي نجيب السلعه كنلقاها زادت. الله يفكها على خير. روبياس هذه اللي صورنا قبيله راه فيها لي كولور ديالها. شحال خليتها على المصداقيه؟ شحال قول لي؟ هذه معناها 32. انا حصلت نبي. ها هي السيده واقفه ما غاتبانش. كليانه ها هي الله يفكها على خير، خدات هذا الموديل هذا. هذا راه فيها البيض وفيه السومو. بصح حتى الله يعطيك الصحة، حتى هما يحسبها لهم بنفس الثمن اللي حسبها. ماشي مشكل. هانتوما المشاهدين حصلت نبي. حاجة مزيانة هذه راه غاتجي باقي فيها اللون إن شاء الله، غيدخلوا عندي شي موديل أجبر. وين هاد؟ شوف حتى هاد اللون هذا غزال، شوف هادي غزال. شحال هاديك؟ بحال بحال هادي وهادي موديل ديال الناسات. هادي 4500. 400 4500. الله يفك على خير ان شاء الله. كاين فيهم الوان، هادي راه فيها هادي فيها السمو فيها البيض البيض، جوج الوان كيتخدموا فيها كيتخدموا فيها. كاينه هادي، هادي دايره هذا، كاينه هادي شايف فيها ثلاثة الكولور. هاي هادي كتبقى 200 درهم. هاديك 200 درهم؟ 200 درهم هادي. هادوك 3 بياس؟ زوينة هادي، كلهم موديلات زوينة. اه هادي 200 درهم واش فيها 3 بياس؟ هادي 3 بياس. عندك باش ما نقطعكش معايا. المهم هادو هما موديلات دابا اللي كانوا، غندخل شي سلعة إن شاء الله. هادي كنت كنجي لهنا كنلقى النفسات الله يفكهم على خير. غتكون شي سلعة إن شاء الله. إن شاء الله عن قريب غادي ننزلوا لكم فيديو جديد، غندخل سلعة أول مرة. نبي كاين شي سلعة غندخل أول مرة؟ كاينه شي سلعه تدخل جديده ان شاء الله. جديده ان شاء الله، كاين لي سوميجات غيجيو، لي سوميجات ديال داني دوا دار ما بقاوش في السوق دابا، يدخلوا هاد الايام ديال غادي يدخلوا حويجات زوينين ان شاء الله. ويا المشاهدين ويا المشاهدات، وراني ما سخيتش ما كرهتش نوريكم كلشي، ولكن ان شاء الله راه مازالين الاجزاء ومازالين الخير جاي القدام ان شاء الله. من بعد صافي ما ساليت الفيديو ديالي مع النبيه، كان يوم حافز بالفيديوهات وانتظروني كاين الجديد ان شاء الله في الفيديوهات من درب السلطان. من ركبت في غران تاكسي لقيت هنايا كلشي غير نساء، واحد المجموعه ديال النساء مشكورين حتى هما شجعوني وايدوني، وبالاخص لقيت واحد السيده متتبعه وفيه ديالي، يعني عرضت عليا الفيديوهات ديالي اللي كندير كلهم. شكرا لك بزاف بزاف، وحتى انا بغيت نشكرك على طريقتي، وشكرا لكم كاملين دائما كتشجعوني وكتايدوني. عندي واحد الفريق ما شاء الله والله كبار، راه بارك الله فيكم والله يرحم لكم الوالدين. الغايه من هاد اللقطات اللي وريتكم في الاخر فيديو انني ترج الانتباه ديالي حنا، يعني ما شاء الله يعني في تالق والبنيان كيزيدوا يتزادوا والشوارع وكلشي، ولكن اللي ما كيعجبنيش لقيت واحد السيد راكب في الطوموبيل في السياره ديالو وكان كلا شي ساندويتش مساله خرجوا بلحوم حشومه، راه ما جاش في البوبل، جا في واحد الناس كانوا جالسين واحد حراس السيارات وطار ليهم وبقى فيهم الحال. حشومه يعني البلاد ديالنا راه المغرب مشهور ومعروف ومدينه كبيره بحال الدار البيضاء، خاصها تكون زعما نقيه بزاف. حتى حنا المواطن راه حتى حنا كنلعبوا دور كبير في النظافه ديال مدينتنا.